الخير عليكم أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في حصة زهرة البنا على قناة سي بي سي بنا. اليوم جبت لكم بون ولا نخدموا معاكم إن شاء الله تخدموا معايا زهرة اللوتوس. وباش نديروا هاد الزهرة لازمنا عجينة السكر كيما العادة، هي غامباست بايزينا، هاد الأدوات اللي نخدموا بهم هاد الزهرة، ولاكول أليمونتيغ. نبداو نخدموا هاد الزهرة بهاد الشكل. اولا ندير لها قلبها، نخدم لها القلب تاعها بهذا الشكل. هاي زينه دائما هكذا، شوفوا القلب تاعها درتو غوز فونسي بارابور على لي بيتال الاخرين بهذا الشكل. ها متخليهاش بالمايزينا، شوفوا معايا مليح. من الافضل هذا القلب الزهره دائما نخدموه مقبل باش يكون يابس، نبداو نحطوا عليه البيتال تاع هذه الزهره بهذا الشكل. نخدموا البيتال تاع لا فلور، لا كولور روز كون بلو كلير على قلب الزهره. العجينة تاعي بهذا الشكل، نحل غير شوية ما نسحقش بزاف بهذا الشكل. هاد الزهرة لازم لنا 8 حتى 12 بيتال هكذا. نخدمهم بهذا الشكل، ناخدو هاد لامبورت بياس ولا هاد القطاعة نقطعو. قلنا لازم لنا 12 بيتال هكذا. هكذا هيك بيتال العجينة تاعنا باقية. هكذا ندير هكذا، شوفوا معايا ندير لهم لومبخيت كيما كنت تشوفوا هكذا. دايما ندير شويه مايزينا باش ما تلصقليش العجينه تاعي هايدا بالطريقه. هايدك البانسو تاعي ناخذ بربع على بيتار بهذا الشكل. هكذا كيما تشوفوا برك حطوهم شغل زوج متقابلين هكذا بهذه الطريقه. شوية صعبة تحب
هكذا يجوا متقابلين. تخدمي هكذايا وشغل تخليها تقعد شويه باش كي تبلاصي لي البيتال الاخرين ما يحبطولكش. بهذه الطريقه هكاك بعدك نحطوهم هكذا بين وبين، نفس الشيء كات بيتال هك اربع كات بيتال. زهرة اللوتس هكذا بشكل جيد، نخليها تريح شوية بعدك نزيد نبلاصي لها لي كاتر لي قعدو، كاتر بيتا لي قعدو دايما هكذا نديرو عليهم دايما. خليها تنشف دايما باش نحطها شغل لوكاطو تاعي، دايما نخدمها من قبل تكون ناشفة تكون يابسة. يكون القلب تاع الزهرة ناشف نحطوها هكذا، تنشف لا تنشف لها هكذا واقفة كانيها تحصلوا على هاد الزهرة. شوفوها في شكلها النهائي، انا حطيتها في امتي تقومي ان شاء الله تكونوا استفدتوا وعجبتكم هاد الزهرة هدية. شوفوها في شكل النهائي على الكاطو تاعنا. نقولكم إلى اللقاء، نتلاقى إن شاء الله في حصة قادمة. إلى اللقاء.